يقال الاعصار وفرصه محاوله لحتى في منطقه الجزاء تبعد في المناسبه الاولى. الخطوره والكوره قويه ارسلت اصطدمت بدفاعات الوصل ترجع مره ثانيه لمصلحه حتى. الخطوره قائمه الله انه الاعصار يتقدم عن طريق راميريز اللاعب الذي نجح في اصطياد هدف أول بحثا عن أول انتصاراته في بطولة الدوري بعد 14 جولة من المعاناة يبحثون عن الفرح في هذه الجولة. هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا العرضية التي قدمت وبعد ذلك راميريز يضعها بلمسة جميلة في شباك الوصل ليعلن عن أول الأهداف. هل تعلم أن هذا الهدف الذي سجل حتى هو أول هدف خارج ملعبه؟ هكذا هي الصورة عزيزي المشاهد والمتابع في كل مكان. القميص رقم 10 بديل الشوط الثاني فابيو دي ليما أفضل من يسجل في مواجهات الفريقين. يا الله يعود ليما لعاداته القديمة لأنه أكثر من يحرك شباك حتى وبالتالي صديق شباك الإعصار يواصل زياراته المعتادة ويسجل في مباراة اليوم. نعم ليما في عاداته القديمة لأن عاداته طبعا التاريخية تقول عادة يسجل في مرمى حتى ويزور الشباك ويتعادل الآن 1-1 ويفرح مدربه. يا ما سجل في مرمى الإعصار. هنا ليما يبحث عن ثنائية بب 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 بب. هنا زعبيل حيث متعة الوصل تحضر وبقوة في اللحظات الأخيرة. الإمبراطور يقلب الطاولة وإعصار الوصل يضرب بقوة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. بعد أن كان حتى متقدم بهدف أصبح الوصل متقدما بهدفين. ليما وعاداته القديمة يأتي بها اليوم مرة أخرى في زيارة شباك حتى في مناسبة ثانية. ألم أقول لكم أن السر كل الأسرار عند القميص رقم 10 صديق شباك الإعصار عبر السنوات التاريخية. يفي بوعوده ويفي بصداقته لشباك الوصل ويقلب الطاولة. يا لها من مباراة صمد فيها حتى 81 دقيقة لكن قلب الوصل الطاولة بفضل ضربتي جزاء تم طبعا استدعاء الحكم في كلا ضربتي للجزاء.